وأنني في هذه المناسبة السعيدة في مناسبة عيد الفطر أزف البشرى للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا العيد أقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العيد أيام سعيدة وهنيئة، والأمة الإسلامية بخير وعافية، والأقصى بخير، ونتمنى أن يكون قد فك الحصار عن غزة المكلومة الجريحة التي لا ذنب لها إلا أنها تنافق وتجاهد في سبيل الله، والأقصى الذي افتح من قبل الصهاينة. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا العيد المبارك أن يكون عيدا سعيدا للأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، وكذلك أهنئ وبارك للإخوة في إندونيسيا وفي هذه الجمعية كسيب الإسطعام وفي معهد الشرعي فلسطين، وأهنئ وبارك لهم في هذا العيد. أقول عيدا سعيدا وعمرا مديدا، وأسأل الله سبحانه أن يعيد علينا أعواما عديدة وأزمنة سعيدة في هذا اليوم المبارك. البروفيسور نصار 14/5/2019.